أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم يبتغون فضلا من الله
من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات من وأجرا عظيما صدق الله العظيم.